أحمد بغدودة وكوارثنا التي لا تنتهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صراحة يا جماعة موضوع مستفزني جدا وعايز أتكلم فيه، لأن إحنا لا نستفيد من أخطائنا ولا هنستفيد، لأن عندنا قصور كبير جدا في الرياضة، في الكوادر البشرية، المواهب والناس اللي عندهم رؤية انهم يعملوا حاجة للبلد مش موجودين خالص على الساحة. الاتحادات الرياضية مسيطر عليها مجموعة من الاقرب الى اللوبي، مفيش رؤية، مش عارفين كل اتحاد من الاتحادات الرياضية المتخصصة في اي لعبة من اللعبات فكره ايه، رؤيته ايه، الرقابة عليه ازاي، بيفكر ازاي في تكوين بطل اولمبي واعداد بطل اولمبي، بيتعامل ازاي مع البطولات العالمية. اللهم ان ايديك، يمكن في المعايير والمراقبة في وزارة الشباب والرياضة بيقوموا بالدور ده، ولكن بيتوارى وبيزيد وينقص على حسب علاقات كل رئيس اتحاد وكل اتحاد مع المسؤولين في وزارة الشباب والرياضة. انا مش عارف كلامي مفهوم ولا مش مفهوم، ولكن في النهاية أنا عايز أقول حاجة، أني أنا كنت أظن أن بعد فارس حسونة واللي عمله فارس حسونة في قطر، وأنه إزاي تم تجنيسه وإزاي تم إعداده كبطل أولمبي، وإزاي أبوه كان رايح قطر مش لاقي شغل، وابنه بيعامل أسوأ معاملة من اتحاد رفع الأثقال وهو شاب مصري موهوب، استطاعوا الناس في قطر انهم يجنسوه ويشغلوا والده ويعملوا عليه برنامج عالمي لإعداد بطل أولمبي، إلى أن وصل وحصل على الذهبية، وهي أول ذهبية في تاريخ قطر في رفع الأثقال. كنت أظن أن بعد هذا الموضوع اللي أنا بعتبره كارثة وفضيحة، أن هيبقى في وقفة وأن هيبقى في إعادة صياغة لتصور رياضي واضح واتحادات رياضية فاعلة، مش اتحادات رياضية شحاتة بتقعد تمد ايدها للوزارة وللدولة علشان خاطر تاخد فلوس، ولو الدولة حجبت عنها الفلوس وزارة الشباب والرياضة ما ادتهاش ما تلاقيش حتى مرتبات الناس اللي شغالين في الاتحادات دي، وسيطرة البعض وملفات مستشاريها الاعلاميين. الاتحادات الرياضية خراب في خراب. فكنت أظن بعد فارس حسونة هنعمل ثورة داخل الاتحادات الرياضية، نوقف المجاملات، نوقف التدني الإداري والترهل اللي حاصل واللي أضر باسم وسمعة مصر، وإحنا نستحق أكثر من ذلك بكثير. في جهد بيبذله الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مشكور جدا عليه، وفي جهد بتبذله الدولة، ولكن طول ما انت عندك موظفين وناس بيجوا بانتخابات انت عارف بتطبخ ازاي وبتتعامل ازاي في الاتحادات الرياضية، لن يخرج لك بطل اولمبي ولن يعيش لك بطل، ولن يكون هناك مكتشفين حقيقيين لابطال يرفعوا اسم مصر او يحققوا طموحات 120 مليون مصري. والدليل على كده انك انت مهما تقول بتهاتي ودن من طين ودن من عجين. بس المقدمة دي كان لابد منها عشان ابو احمد بغدودة فضح الكل. يعني النهاردة رئيس الاتحاد بتاع المصارعة لما رد على هروب احمد بغدودة الى فرنسا لاعب مصر في المصارعة، قال ايه؟ قال بياخد فلوس ومش عارف ايه وطلع لي في البرامج رئيس الاتحاد، خلى الناس طب ازاي بياخد فلوس كتير وازاي انت بتاكله وبتشربه وبتلبسه ويهرب. يعني حتى لميس الحديدي لما جابت والد احمد بغدودة تعاملت معاه وكانها محقق، يعني ازاي ولدك هرب مش عارف ايه الكلام ده. فالراجل صدمنا وخلى الشعب كله يتعاطف مع ولده، وراح ضارب كرسي في الكلوب فضح من خلاله الملف بالكامل. قال لها حضرتك بتتكلمي عن ايه؟ انا اللي بصرف على ولدي، انا اللي بصرف عليه هو واخواته،
قالت له انت شغالي؟ قال لها انا شغال على توك توك. قصف جبهة، اب شغال على توك توك عايزينه يعد لنا بطل الاولمبي، يجيب لنا ميدالية زي كرم جابر في المصارعة. انت بتتكلم في كارثة حقيقية. فين الرقابة وفين المسؤولين وفين الناس وفين ال فين حاجات كتيرة جدا يا جماعة، احنا فين؟ حتى تصريحات احمد بغدودة كانت مثيرة للجدل. يمكن تصريح اضحكني كثيرا، قال لك كنت باخد 35 جنيه. في النهاية الملف ده بفتحه لك في 3 دقايق، لكن على فكرة ده ملف متخم وملف كارثي، و90% من الإعلاميين والصحفيين اللي بيغطوا الاتحادات موظفين فيها بمرتبات أكتر من اللي بياخدوها الأبطال اللي إحنا بنعدهم عشان يرفعوا اسم مصر. يا فندم روح شوف المراكز الإعلامية جوه الاتحادات دي بتصرف كام على صحفيين وإعلاميين ما بيروحوش. الولد أحمد بغدودة بطل المصارعة ما كانش لاقي جزمة يسافر بيها المعسكر الأخير اللي هرب منه على فرنسا، ما كانش بيلاقي الوجبة بتاعته، ما كانش بيلاقي ياكل، وفي إعلاميين وفي ناس وصحفيين في مراكز إعلامية جوه الاتحادات دي بيقبضوا آلاف مؤلفة وما بيروحوش، لأن الفلوس بتروح لهم على الفيزا. اللجنة الأولمبية عارفة الكلام ده كله، والبارالمبية عارفين الكلام ده كله، ولكن ربما يكون البارالمبية أكثر نجاءً. ده ملف صعب جدا يا جماعة، واسم مصر فينا كبير جدا، وما ينفعش نسكت. وأنا بناشد كل إعلامي شريف أن يفتح هذا الملف من أجل الإصلاح، ما نسيبش الدولة وحدها، نكون عين أمينة وكاشفة تساعد وزارة الشباب والرياضة وتساعد الدكتور أشرف صبحي وتساعد الدولة على تصحيح مسار هذه الاتحادات، لأن أغلبها فاشل وأغلبها مصالح وأغلبها سبوبة وقرايب. وأنا لا أريد أن أسمي، وكل اللي هيشوفني عارف الكلام ده وعارف إنه صحيح ودقيق. أحمد بغدودة ما كانش بيلاقي الوجبة، وما كانش يلاقي جزمة يسافر بيها، وما كانش معاه مصروف جيبه، وأبوه شغال على توك توك له منا كل الاحترام والتقدير، بيصرف عليه وعلى إخواته. مصر تستحق مننا الكثير، وملف الاتحادات الرياضية يدعونا إلى الحديث من جديد عن دعوة لمؤتمر رياضي قومي يرعاه الرئيس شخصيا لإنقاذ الرياضة المصرية. وأنا عارف إن الرئيس رياضي وبيهتم جدا إن يكون عندنا أبطال أولمبيين ويكون عندنا ناس ترفع اسم مصر في المحافل الدولية. نجيب ساويرس بعت رسالة لأحمد بغدودة، وده دور أنا بأثني عليه للمعلم نجيب ساويرس، بيعجبني قوي نجيب ساويرس، عنده حاجات كده بتدخل دماغي قوي يا جماعة. بعت له رسالة قال له ارجع يا أحمد وهحل لك كل المشاكل واعمل لك اللي انت عايزه. ده دور وطني محترم يذكر فيشكر للسيد نجيب ساويرس. اتمنى نعيد النظر في هذا الملف، واتمنى لو احمد وابوه سامعني يبقى فيه انقاذ ما يمكن انقاذه، وانه يرجع وياخد حقه ببلده. واوعى تصدق يا ابني ان ممكن تعمل حاجه او تاخد حقك بعيد عن بلدك. تعالى واتكلم وواجه مشاكلك، ولو عندك مشكله اتكلم فيها من جوه بلدك، عارض من جوه بلدك واتكلم جوه بلدك وثق في بلدك. نحن في بلد كبير وبلد شريف وبلد محترم، وهذا البلد ملك للجميع وليس ملك لافراد، والرياضه جزء مهم لدى القياده السياسيه في هذا الوطن. واكيد ملف احمد بغدوده مش هيتقفل زي فارس حسونه وغيره من مئات الملفات اللي مش عارفين ايه اللي حصل بعد اصحابها ما تركوا لينا الساحه وهربوا عشان ما لاقينش اللي ياكلهم ويصرف عليهم. حتى كرم جابر ضيعناه بايدينا عشان ما عرفناش نحافظ عليه. التقيكم على خير.